وعقب الاجتماع استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نعم، جاء ذلك لدى مشاركتهم في الاجتماع التاسع لوزراء الصحة بدول المجلس الذي تستضيفه سلطنة عمان. وأعرب سموه في مستهل المقابلة عن تقدير سلطنة عمان للجهود الخيرة التي تبذل في المجالات الصحية لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومشيدا سموه بمنجزات مجلس وزراء الصحة بدول الخليج العربية ودوره في الارتقاء بالخدمات الصحية. من جانبه أعرب وزراء الصحة بدول المجلس عن شكرهم لسلطنة عمان رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لاستضافتها لهذا الاجتماع. ما تم الاتفاق عليه هو الموافقة على إنشاء المركز الصحي الخليجي الافتراضي، وهو مركز جاء بناء على فكرة تقدمت فيها الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الاجتماع الأخير لوزراء الصحة، وسيعني هذا المركز بتقديم السكند اوبينيون اللي هي الرأي الثاني للمرضى الخليجيين، ولكن افتراضيا وليس بحضور شخصي. وتم الاتفاق على أن يعني يقدم تصور كامل حول هذا المقترح إن شاء الله بالربع الأول من عام 2024.